22/2/2012 المنازل والسيارات تهدم وتحرق فوق رؤوس أصحابها جراء القصف العشوائي من قبل كتائب الأسد على حي بابا عمر وحي الإنشاءات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عرب يا مسلمين، نحن نذبح ونحرق، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.